معنا على الهاتف مراسل الحياة اليوم من محافظة الشرقية المراسل الأستاذ أحمد غنيم. مساء الخير يا أبو حميد. استمر برحب فيك. أخبارك إيه وطمني، عملوا إيه الشراء والنهاردة في الاستاد؟ بالفعل يمكن منذ الصباح هناك استجابة في أقبال كبير جدا، مش من أولاد الزازي فقط ولكن بنتكلم عن جميع القرى والمراكز الخاصة بمحافظة الشرقية. بنتكلم عن الاستاد ممتلئ على آخره منذ الصباح، رغم أن المؤتمر بدأ الساعة 6 لكن بنتكلم من الساعة 1 صباحا، ويمكن المؤتمر أو الاستاد أغلق أبوابه بالفعل بعد امتلاء الاستاد. بنتكلم كمان عن حضور عدد كبير جدا من القيادات التنفيذية وهي أيضا مؤسسات المجتمع المدني. بنتكلم عن حضور سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأيضا الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق، وبنتكلم كمان عن السفير أحمد غرابي وعدد كبير أيضا من رجال الأزهر ويا الكنيسة متواجدين بالفعل في محافظة الشرقية. غير ان احنا بنتكلم عن بدء فعاليات السمر منذ الساعه 3، وكان في كمان ليا لقاءات مع المتواجدين. الكل النهارده بيتواجد من اجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفتره رئاسيه ثانيه. الكل حاسس كمان بالمرحله اللي احنا فيها وخطوره المرحله اللي احنا فيها، مش غير ان بنتكلم عن الوضع الاقتصادي لكن بنتكلم عن محاربه الارهاب، وبالتالي من الضروري والمطالبه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفتره رئاسيه ثانيه ودعمه ومساندته في محاربه الارهاب، رغم ان احنا بنتكلم على ان احنا بنحارب الارهاب نيابه عن العالم. وبالتالي كان ضروري وعلى الشعب المصري باكمله مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الحرب، وخاصه ان هو الكل يعني حاسس بالانجازات اللي بتتم على ارض الواقع، وبالتالي يكون الايام القادمه الوحيد يعني كل مستبشر خير في الايام القادمه. طيب كان في ايه فعاليات الاحتفاليه يا احمد؟ بنتكلم عن طبعا المسؤولين عن الحمله اعلنوا دعمهم للرئيس، وكان في كلمات لبعض اعضاء الحمله وايضا عرض الانجازات. بعد كده يكون في حفله غنائيه للنجم محمد فؤاد على وشك انها تبدا دلوقتي. غير كده بنتكلم على ان في زي ما قلت في عرض الانجازات على خلال الفتره الماضيه، وبنتكلم على المحاور والحمله وخطتها خلال الفتره القادمه حتى فتره الترشح. ممتاز. أحمد غريم مراسل الحياة اليوم من محافظة الشرقية، شكرا جزيلا لك.